يجد باعة الأرصفة في مناسبة الأعياد فرصة ذهبية لتروج بضاعتهم وبيعها، ويرى المواطنون في البضائع المعروضة هنا هروباً من جحيم الأسعار المرتفعة في المعارض والمحلات التجارية. في ناس يشتروا ملابس يعني، لكن في بعض الناس ما يقدر يشتري لأن ما عنده سيولة، ما عنده عمل، باطل من العمل، لا عمل معه، لا دخل، لا حاجة، لا شيء. لك البسطات تلاقي أن الناس متجهة عليها أكثر من المحل بسبب غلل الملابس غلل، لكن في البسطات يساعدوا الناس أكثر من المحلات ويمشي حاله. لا تسمح الحالة المادية لبعض الأسر بشراء الملابس المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية نظراً لأسعارها التي لا تتناسب مع دخلها، لذا تلجأ تلك الأسر إلى شراء الملابس من باعة الأرصفة، فالأسعار بالنسبة إليهم معقولة دون الاهتمام بمدى جودتها. أسعار الملابس غالية في المحلات، احنا عين العمولة السيولة صعبة، لازم يعني نعاون المحلات لكن صعبة، يعني الفلوس ما دي قال ما تكفي، اللي معاه راتب 50-60 ما بتكفي، وصلت المعاوز ل 50-40 ألف ما تكفي، يعني الحين البسطات شفنا أسعارها أرخص. تخرج عند البسطات تلاقيها من 5-10، لا المواطن ما عاد يقدر يشتري. راتب قليل، المعاوز غضيض. من خلال باعة الأرصفة ودون الاهتمام بمدى جودة البضاعة المعروضة، يحرص الكثير من الآباء على إدخال الفرحة في نفوس أبنائهم الذين باتوا بحاجة ماسة لأي أمر ينسيهم ضيق الحال وسوء الواقع الذي يعيشونه. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.